السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الصحافة، برنامجكم اليومي الذي يرصد أهم الأخبار والعناوين الواردة في الصحف الجزائرية. البداية مع صحيفة الخبر، نقرأ في عنوانها البارز: في إطار موائمة التشريع مع الاتفاقيات الدولية قيود جديدة على الحرقة المؤبد لجريمة الاتجار بالبشر. محاولة اختراق حسابات تتم من أستراليا وأمريكا ونيجيريا، هكذا يتربص القراصنة بشركات الجزائرية. يونس جرار: المطلوب سياسة وطنية للأمن المعلوماتي. في الصحيفة أيضا: تساؤل عن مكاتب صرف العملة، متى ترى النور؟ مشروع قانون النقد اعتمد نظام العهدة لمحافظ بنك الجزائر ونوابه والصيرفة الإسلامية. نقرأ أيضا: الفريق أول شنجريحة للمارشال البريطاني سامسون، الجزائر سيدة في علاقاتها الاقتصادية والعسكرية. في مجال الطاقة: غياب نظام معلومات موثوق وتقاعس في مشاريع الطاقات المتجددة. تربويا: اعتداء على مدير متوسطة بعين تيموشنت. رياضيا: الخضر في الدور الثاني من الشان بعد فوزهم على إثيوبيا بهدف للصفر. إلى صحيفة الشروق اليومية: انفراج في الطقس، أمطار ورياح هوجاء. في ملفات الفساد: 4352 اتصال هاتفي لسعيد بوتفليقة مع عصابة الفساد وفق عنوان الشروق. المسح الهاتفي غطى فترة الحركة الشعبية تزامنا مع فتح ملفات رجال الأعمال، حجز مستندات بعقود وصفقات التراضي وقائمة ممولي حملة العهدة الخامسة. عنونت الشروق أيضا في ملف الصناعة الصيدلانية: سيف الحجاج لتطهير صناعة الدواء. وهذه عقوبات المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر، تعيينات وتحويلات وإنهاء مهام في سلك مديري التربية. إلى صحيفة المسار العربي نقرأ فيها: دعوة للاقتداء بتجربة النقابات الجزائرية، المنظمة العربية للتربية: يجب وقف هجرة المعلمين وتحقيق المدرسة الرقمية. اهتمت أيضا بالطقس في البلاد: أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية، ثلوج بالمرتفعات. وعنونت: منذ استئناف الكفاح المسلح. فيما يخص قضية الصحراء الغربية: الاحتلال المغربي يخفي خسائره الفادحة، تقول المسار العربي. إلى أخبار الوطن: الصحراويون يد على الزناد وأخرى للدبلوماسية. ثلوج ب 18 ولاية. عصابات الرمال تعود بقوة وفق ما نقلته الصحيفة عن أخبار ولاية سكيكدا. إلى صحيفة الوسط: الخطوط الجوية الجزائرية، الشروع في مفاوضات لاقتناء 15 طائرة جديدة. وزير الصناعة الصيدلانية علي عون: تطبيق شبكة أجور جديدة في مجمع صيدال والشروع في تجديد التنظيم والتسيير. مشكلة قطاع التربية في لا منهجية الإصلاح وفق رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة. وعنونت أيضا الصحيفة: بنك الإسكان يوفر مصادر إضافية لتمويل القطاع. إلى صحيفة النصر: نحو إطلاق مشروع كبير لتصنيع قطاع غيار السيارات. فتح خطوط جوية جديدة نحو 3 بلدان إفريقية. بنك الجزائر يمنح الضوء الأخضر للبنك الوطني للإسكان، نهاية مشكلة تمويل المشاريع السكنية. الفريق أول شنجريحة يستقبل المستشار الأعلى للدفاع البريطاني، بحث سبل تعزيز التعاون والتطرق للسياق الأمني الإقليمي والدولي. بوسليماني يدعو إلى استغلال الرقمنة لإبراز إنجازات الجزائر. ونحو تسويق 120 ألف طن من اللحوم خلال شهر رمضان. تعطل جهاز العلاج بالأشعة يرهن علاج مرضى السرطان في المستشفى الجامعي بقسنطينة. ثلوج مرتقبة على مرتفعات شمال الوطن اليوم وغدا. إلى صحيفة الجمهورية: الجزائر مستعدة لتفعيل التعاون العسكري بين البلدين. في تصريحات فريق أول شنجريحة على استقباله المستشار الأعلى للدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الإذاعة الجزائرية تطلق أول وثائقي واب في الجزائر. استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء لكسر المضاربة. ورياضيا: ضمان التأهل والقادم أفضل بعد فوز الجزائر بهدف لصفر على حساب الفريق الإثيوبي. إلى صحيفة المساء: الجزائر تطالب بإلغاء فوري العقوبات المفروضة على الفلسطينيين بصفتها ممثلة عن المجموعة العربية ورئيسة القمة العربية. تعنون أيضا صحيفة المساء: كل التدابير جاهزة للاستجابة للطلب. الجمعية الوطنية للتجار: اطمئنوا، الوفرة مضمونة في شهر رمضان. نقرأ في صحيفة منبر القراء: شنجريحة يؤكد استعداد الجزائر لتفعيل التدابير التطبيقية لبلوغ الديناميكية المنشودة. علي عون يعلن الشروع في تجديد تنظيم وتسيير مجمع صيدال.
وفي وهران تفكيك عصابتين تحترفان السرقة والاعتداء على المواطنين بالأسلحة البيضاء. إلى صحيفة الجزائر، الجزائر من بين البلدان الموقعة على إعلان مين يجدد التأكيد على الدعم لمحكمة العدل الدولية. بولنوار يؤكد توفر الكميات التي تلبي الاحتياج الوطني، تطمينات بتوفر المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان. جوجيل يدعو إلى تدعيم العلاقات مع روسيا في المجالين الاقتصادي والاستثماري. البنك الوطني للإسكان يتحصل على الاعتماد من بنك الجزائر. الشروع في سحب الاستدعاءات الخاصة بالامتحانات المهنية للترقية في قطاع التربية. وهذا ما نختم به ما جاء من عناوين في الصحف الجزائرية. في تفاصيل بعض هذه العناوين ما جاء على شكل مقالات نستعرضها معكم، بالبداية مع صحيفة النهار التي اهتمت بشأن محاكمة بعض وجوه الفساد، انطلاق محاكمة سعيد بوتفليقة. نقرأ في متن المقال: افتتحت محكمة القطب الجزائري الاقتصادي والمالي بسيدي محمد بالجزائر العاصمة ملف قضية سعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، رفقة رجال الأعمال المتابعين في قضايا الفساد من بينهم علي حداد، محي الدين طحقوت والإخوة كونيناف، إلى جانب متهمين آخرين بعد وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية، من بينها إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد وإخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف. هذا وقد سبق أن تمت إدانة المتهمين من قبل بعقوبات سالبة للحرية في قضايا فساد عديدة. في قضايا الفساد أيضا اهتمت الصحيفة لقضية التماس تأييد عقوبات لعشر وزراء سابقين في منح امتيازات غير مبررة لعائلة كونيناف. نقرأ في متن هذا المقال: التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية السابعة من مجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء تأييد التماسات وكيل جمهورية بالقطب الجزائري المتخصص في قضايا الفساد بسيدي محمد في حق عشر وزراء متابعين في قضية منح امتيازات غير مبررة لإخوة كونيناف وللشركات التابعة لها المسمات مجمع كوجيسي، مع تأييد نفس الالتماسات فيما يخص مصادرة الممتلكات والأرصدة البنكية بحق جميع المتهمين. جاءت الالتماسات بعد متابعة المتهمين بقضية فساد جديدة تتعلق بإبرام مشاريع وإنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية ومنحها لعائلة كونيناف. ووجهت لهم تهم منح امتيازات غير مستحقة وإبرام صفقات مخالفة للقانون وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة. الجدير بالذكر أن وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية التمس تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة للوزيرين الأولين الأسبقين أحمد يحيى وعبد الملك سلال، كما شملت التماسات نيابة الوزير السابق نور الدين بدوي بصفته والي قسنطينة لأجل تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، مع التماس أمر إيداعه من الجلسة رهن الحبس المؤقت في هذه القضية. كما تم التماس نفس العقوبة للوزيرة السابقة الموقوفة هدى فرعون ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة. كما التمست إدانة الوزير السابق براقي أرزقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود سابقا التماس إدانته بعقوبة 15 حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة و12 سنة حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، إضافة إلى مصادرة جميع ممتلكات والأرصدة البنكية للمتهمين المتابعين في هذه القضية. إلى شأن آخر تدرسه الحكومة يتعلق بعقوبات على المتاجرين بالبشر، حيث تطرقت صحيفة الشروق اليوم لهذا الموضوع وعنونت هذه عقوبات المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر. أقرت الحكومة تدابير جديدة هي الأولى من نوعها في الجزائر للوقاية من جرائم الاتجار بالبشر، كون بلادنا في مأمن منها حتى الآن، حيث جزم المشرع أن هذه الممارسات غريبة عن المجتمع الجزائري ولا تمت له بصلة. لذلك احتوت مواد القوانين إجراءات صارمة تمنع كل من تسوي له نفسه ارتكاب فعل يصب في خانة تجارة الرق والاستعباد بفرض عقوبات تصل 20 سنة سجنا. وإذا كان التشريع السابق يقتصر فقط على التجريم ومعاقبة مرتكبي الاتجار بالبشر ولا يتضمن أحكاما تتعلق بالوقاية منها وحماية الضحايا، فإن النسخة الجديدة الموجودة اليوم على طاولة البرلمان تهدف إلى تكييف التشريع الوطني مع الآليات الدولية ذات الصلة عبر 77 مادة موزعة على 8 فصول. ونص المشروع على أن تضع الدولة استراتيجية وطنية للوقاية من جرائم الاتجار بالبشر وتسهر على تنفيذها وعلى تسخير الإمكانيات المدنية
والمادية اللازمة لذلك بإشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، كما تتولى الجماعات المحلية استراتيجية محلية لوقاية من جرائم الاتجار بالبشر، حيث يكلف المشرع اللجنة الوطنية اللجنة الوطنية لوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته المنشأة سنة 2016 بإعدادها وعرضها على الحكومة، وسهر على تنفيذها بالتنسيق من جميع الفاعلين في هذا المجال واعتماد أدية اليقظة والإنذار والكشف المبكر عن الجريمة. وتضع اللجنة مبادئ توجيهية بشأن التعرف على هوية ضحايا الاتجار بالبشر وإحالتهم إلى المرافق العمومية المختصة. وتقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير سنوي حول وضعية الاتجار بالبشر في الجزائر وتقييم الإجراءات المتخذة في مجال الوقاية منه ومكافحته وترفعه إلى رئيس الجمهورية. وينص المشروع على تسيير لجوء الضحايا إلى القضايا والقضاء والذين يستفيدون في هذا الإطار من المساعدة القضائية بقوة القانون، وتمتد الحماية إلى الجزائريين ضحايا مثل هذه الجرائم بالخارج، حيث تعمل الدولة بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعنية على مساعدتهم وعند طلبهم تسهيل رجوعهم إلى الجزائر. تمتد هذه الحماية وتشمل أيضا الرعاية الأجانب ضحايا هذه الجرائم، حيث ينص المشروع على أن تيسر الدولة رجوعهم إلى بلدانهم الأصلية أو عند الاقتضاء إلى بلدانهم إقامتهم، ويستفيدون من مختلف أوجه المساعدة المنصوص عليها في هذا المشروع، كما يمكنهم طلب التعويض أمام القضاء الجزائري، وينشأ صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر والتكفل بهم. وينص المشروع على أن تباشر النيابة العامة تحريك الدعوة العمومية تلقائيا نظرا لخطورة هذه الجرائم لتفادي الإفلات من العقاب لمرتكبيها، وبغرض ضمان فعالية أكبر أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي التي يجيز المشروع بناء أن على إذن مسبق ومكتوب من وكيل جمهورية أو بأمر من قاضي التحقيق تفتيش المساكن في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، ويلزم مصالح الأمن بتبادل المعلومات فيما بينها سواء للبحث عن ضحية أو للتعرف على الفاعلين وإيقافهم. في موضوع آخر يتعلق بمنح المتقاعدين، اهتمت له صحيفة النهار، نقرأ: التقاعد رفع المنحة من 3000 دينار جزائري إلى 15000 دينار بداية من جونفي الجاري. قال المدير العام لصندوق التقاعد الوطني سينار جعفر عبدلي إن الزيادة في المنحة ستكون ابتداء من الشهر الجاري، كما أوضح للقناة الإذاعية الأولى أن كل من يتقاضى 3500 دينار جزائري سيتقاضى لاحقا 15000 دينار جزائري. وعن الأجر القاعدي أكد المتحدث أن كل المعاشات ستصبح بأجر قاعدي يقارب أو يعادل 20000 دينار جزائري إلى 50000 دينار جزائري. وكان وزير العمل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة قد كشف أن أزيد من 1,900,000 بطال سيستفيدون من القيمة الجديدة لمنحة البطالة المقدرة ب 15,000 دينار جزائري ابتداء من هذا الشهر. وفي رده على سؤال نائب بالبرلمان في جلسة عامة أوضح أن أزيد من مليون أنه سيتم رفعه من 13,000 إلى 15,000 بقرار من الرئيس. وتابع وزير العمل بالتذكير بقرارات الرئيس الخاصة بالزيادة في الأجور ورفع المعاشات التقاعد. ختام هذه المقالات المقال النقدي نقطة نظام لكاتبه سعد بوعقبة، حيث نقرأ في عنوانه متاجرة السلطة بالوطنية، ونقرأ في متنه: يتساءل معظم الشباب الجزائري عن سبب اندفاع السياسة الجزائرية في اتجاهين متناقضين تندفع حضاريا نحو الماضي بشقيه الديني واللغوي، وتندفع نحو المستقبل بشقيه الشبابي والمالي. يهرب الشباب من الجزائر نحو مستقبل في أوروبا لأن فرص النجاح في الجزائر تكاد تكون منعدمة، ويجازف الشباب بنفسه في البحر لأجل ذلك، ويندفع رجال المال والسلطة نحو الخارج هربا من البلاد التي يسرقون منها المال ويحكمونها بالنار والحديد، وعندما يغادرون السلطة يهربون إلى الضفة الأخرى بأموالهم وأبنائهم. الشباب الذي يهرب إلى الخارج يتهم بقلة الوطنية لأنه فرط في وطنه، ولكنه عندما يتحول إلى مواطن ناجح في بلاد الغرب كان يصير طبيبا أو عالما أو لاعبا رياضيا ناجحا، يصبح في نظر رجال السلطة مواطنا أكثر وطنية من وزراء أو مسؤولين سامين في الدولة حتى ولو كان مزوج الجنسية. هل هناك من هو أكثر وطنية من ناخب الفريق الوطني بالماضي أو اللاعب رياض محرز أو أي لاعب آخر؟ بل إن الحكام يتمسحون بهؤلاء كي يثبتون للشعب الجزائري أنهم يمارسون الوطنية، ولا يوجد من تساءل فيهم لماذا ينجح هؤلاء في الخارج ويصبحون نجوما في الوطنية ولا يحدث ذلك في الوطن الأم؟ هل الأمر علاقة بمن يحكم البلاد أم له علاقة بتعاظم الوطنية لدى الشباب المهاجر بفعل عامل الحرمان من الوطن؟
الحرمان من الوطن هو أعلى درجات الحرمان بعد الحرمان من الحرية، ومن يحرم من الوطن يزداد حنينه إليه. لهذا قال الشاعر أحمد شوقي: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. وقال الشاعر أبو تمام: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. لهذا نرى هذه المزايدة الفائقة في الوطنية من الشباب المتواجد في الخارج على الذي يتواجد في أرض الوطن، ومن هنا لا تجد السلطة الحاكمة إلا تهمة التخوين لتلصقها بهم للحد من جموحهم الوطني نحو بلادهم. لماذا لا تقوم السلطة بالمزايدة في الوطنية على من هم في خارج الوطن بإصلاح الأوضاع في البلد وتحويل الجزائر إلى مصدر للوطنية وليست مصدر للعملاء، مصدر للعملاء للخارج؟ كانت هذه آخر كلماتنا وأسطرنا وأحرفنا، هناك بقية تقوله ريشة الكاريكاتير. نترككم مع هذه القصصات، متابعة طيبة نرجوها للجميع، إلى اللقاء.